طب احنا النهارده قلنا نغير ونقعد كده في البلكونه، عامله رز وعامله لوبيا وفراخ كده ايه بالبصل ومكرملاها، والا البتنجان بتاعك يا بت يا فريالة يا بت. ايوه حبه اكل بقى في البلكونه مع الاهرامات، يا سلام. والصبية الجميله اوعى، والست والحجاب والحجاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا قلبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. يا رب ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صل على النبي نفس الصلاه على النبي. يلا قبل ما نبدا ندعي لاهالينا في فلسطين، يا رب يا رب يقويهم ويصبرهم ويشيل عنهم البلاء ويشفي المصابين يا رب، ويرحم الشهداء وكل الدول العربيه يا رب. غيرنا المكان النهارده، يلا نبدا. غيرنا المكان. يلا خدي صبيتك يا فريالة يا صبيتك. خدي حاجه سهله. سلمى اتحجبت النهارده. سلمى بسرعه كده. الدنيا هوا، ممكن ما تسمعش الصوت حلو. ده سوسو. يلا يا سلمى. طب انت لسه، احنا قلنا حاجه؟ انتوا ايه، انتوا مش مستحملين؟ لسه ما قلناش حاجه. استنى. ما حدش استنى، يلا. اللهم قسمت عليك. اللهم قسمت وعليك افطرت. وبك امنت. وبك امنت. ذهب الظما. ذهب الظما. وطلت العروق. وطلت العروق. وثبت الاجر ان شاء الله. ثبت الاجر ان شاء الله. انت بتبقى لو شربتها؟ خد بقى عشان عايز اكل اللوبيا وهي سخنه، اللوبيا دي انا بعشقها. بس انا عايزه كل رز. طب سلمى كل لوبيا سلمى مع الرز. ماشي. انا قلت لك بلع. نسيت والله بقى. احنا بقى غيرنا يا ولاد، تخش يا سينا على طول. استنوا اوريكم. هو مش باين ده مخفي. طبق البتنجان بتاع بيتي يا فريالة يا بيت. طبق البتنجان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا على فكره ايه؟ لا لا يا لوبيتك يا فريالة، لوبيتك قولوا لي ايه رايكم في اللوبيا؟ بقالنا كتير ما عملناش ولا مره في رمضان طبيخ. والاهم ما تبقى بقى شويه الباذنجان دول، شويه باذنجان وفلفل. هتمرق يلا كل واحد. احنا لا بنمنا كده لا بنمنا صراحه اللي في الفريزر. حتى لما عملت حمام كذاب مرتين، فالعدم بتاع اللي هو حمام الكذاب الورك دوت كان اللي فوق ده الهيكل ده، وكنت عينا حته من العزومه حته جنح كده على حته ورك، ورحت عاملاهم كلهم بالبصله والفلفل والبصل كده، وحطيتهم بقى كرملتهم كده. وقلنا ناكل النهارده بقى مش مشكله، يلا نطلعوا كله. كل ده مش فيك ولا حاجه. انا ما طلع لي اي صوص. حد على طول حط اللي فوق ده في الصوص. مش عشان الهوا، معلش. ما كان سخن والله. كل فريق. حط ولا فوق، كل واحد ياكل ايه؟ سيف، طلع كده وكل. عارفة اللي سيف ما بيعرفش ياكل ال زي ياسين. نسيت اجيب ال بقى. انتوا يا كبار من دي، ماشي؟ خدي احمد الجنحه، خدي يا سبسب حته سدر اهي، خدي يا ياسر حته سدر اهي. ده غير بقى كله بقى كله. انتوا كمان من ده بقى ايه؟ بتاع بتاع الطرش في قلب الطبيعه. ايه دي؟ ايوه نيل. طب انتوا دي؟ ايوه نيل. الهوا. اه الهوا ده مره واحده. انت لو خدت في بالك احنا حاطين طوب احمر على اللينج لايت عشان يثبت ويتقلب هو الطوب. كل ده جميل. اسف كل روبي عشان ما تزعلش منه. طب ضعها كده، انت دقتها؟ حطها على الرز ده، بصي حطها على الرز كده. الله. انا عامله الاكل بتاع دوت على قد النهارده بالظبط. طعمها جميل قوي. ياسين حطي لوبيا سمير. خدي يا ياسين يا حبيبي. انت مش بتاكل بالعيش، ما عندك الرز. لا والعيش البصل. بعيش بعيش. البصل هو اللي بيتاكل بايه؟ الله الله على اللوبيا اللي وحشانا دي. لوبيا طعمها غزير. طب والله والله بجد من احسن ايام اكلت فيها في رمضان الاكل ده. الاكل ده
طلعوا كله نحشو في ايه؟ ده بقى بيعمل استعجلتوا بالتصيف. لا الشقة جوه حرب اللي هو هيقلب تاني. ايوه هم حرانين وعايزين يصيفوا، اعمل لهم ايه طيب؟ بس مش بالدرجات كده. انا معزوك بس خليني لحد طلع يا سمير وكنت مش خالص النهارده. اكلته ودخلته البلكونه. بالنسبه لي الاحسن مفتاح في فتره رمضان احسن من المحشي والكلام ده. ايوه ده احسن حاجه. كل واحد منا بيخلص طبق الرز. اوعى اوعى الهوا. جو جميل. جو جميل. انا شايفه التليفون يقع. عايز الحمل ده يقع على ده. الحمل تقيل. بس يقع بقى. ياسين بعد اذنك والنبي خلص طبق. ها؟ انا خايفه على التليفون ياخد. عايزين حاجه تطلب ايه؟ انزل كل كل عايز رز يقول له هيلو بتنجان. بتنجان عايزه صغير حلو. انت نقيت البتنجان ولا هو؟ هو بيقولك وحش المره دي. انت عايزه صغير ولا طويل قوي؟ احنا مش هنحشيه. ما في دليل. والله الاكل جميل. في حاجة حرقة. مفيش أي حاجة حرقة. لا البتاع اللي كلتها دي دلوقتي. إيه دي؟ ده كده هنا. خلاص هتلاقي حتة طايرة كده حاجة. حطي عليها لوبيا عشان تبقى باردة. بات معايا. ده ما يسر. قولي يا سمسم في إيه؟ ما تطلع يا حبيبي وكل من دي. بص مسمس العظم ده كده. خد مسمس. خد ايه يا سيدي؟ احمد ده مش بتمسمس ليه؟ هتوسمس بيقعدوا. انا ببقى قاعد باجي اشرب سجاير بعد ما بفطر يجوا ورايا. يا بننزل على الجو ساعه.
اول امبارح مش عارف لبست الجاكيت عشان اخر دي احنا ايوه ساعه بابا قال لنا كده ده انا وسبت جننا الجو ولا بقى طب كله بسرعه يلا استعجلتوا في التصيف انتوا ومامتك طب اغسلوا ايديكم وحطوا كل حته جل يلا تساعدني لا لو امه مش عارفه اكل تاني كملوا اكلوا خلاص لو امه مش عارفه اكل تاني اكتر واحد من حزوز سمين هو مغطى عليه مين وياسمين مغطى عليه مين تعالوا ما تبطلوا انا لابس بكم انا كده كده عارف بس انا بشرب سجاير في البلكونه دي كتير فبقى بابا عارف احوال التقصير والا والله ما بيلبسوا شوف في التجاره مش قال لك اجل بس حاجه يا سيدي بابا على ما يروح ويجي هيكون هيكون شيء ده ما مش عارف ياكل طب يلا قوم يا سيدي جبت امتي لابسه البتاع سيدي ايدك الاول يا سلمى سيدي ايدك مش معاك طب تعالي حرفين هنا عندي منين اقعد يا سلمى خلاص خلاص تعالي تعالي طعمها جميل بالبصل ما حطيت رجلي تحت الترابيزة عشان انا رجلي مجمده تحت الترابيزه عايزه اكل اللوبيا برز بس عايزه اللوبيا الصبح طب جاي العز يسمى احنا خلاص بس عشان ايه مش قافله ولا حاجه سلو ديكو هات لي حله اللوبيا يا صوفا هات لي اللوبيا حله اللوبيا الصغيره بدو جاي عايز اكل حبة الرز ده بس بلوبيا سخنة انا حاسس ان انا رحت روسيا كنت اه هنا والله العظيم الاوضه تبقى حر مش عارفين نقعد حر قوي اول ما نفتح البلكونه تكييف اقسم بالله اشد من التكييف في الاوضه الاوضه بتبقى متلجه وجميله قلت الحمد لله رب ما عندناش تكييف بس ربنا وعدنا الحمد لله بال بالحته دي بالجو بس لسه في الصيف ايه لسه في الصيف لا بس حتى على فكره لو في الصيف هيبقى في هوا وبعدين احنا نعرف نقعد احنا اعلى دور ايوه احنا بس في الصاله احنا اعلى دور لا الصاله بقى صاله بيت ليه بقى؟ علشان الناحيه ديت دي جنوبي دي بحري احنا فيها دي بحري الثانيه جنوبي جنوبي ايه؟ ابلي 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 يا ماما في الصاله تستوعب دي بحري دي بحري صح كده؟ بحري بنحبوه ايوه 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 ماما البلكونه الثانيه كنت بقف فيها الصبح في الشمس بيجي ما استحملش البلاط دلوقتي هي بقف هنا يبقى الجو هو اقوى البلكونه الثانيه تقعدوا فيها عادي دلوقتي ما فيهاش هوا زي دي ليه مس مساعد فيها الجنب ده الجنب ده صيفي والجنب التنشن بس مش محسوس عايز البلكونه المفصله زي المرتبه محشوش جنب سيفي وجنب شتا تمام بالزعت على سيفي احنا نتنوج على سمير سيفي طعم الكرمله بتاعت ال بتاعت البصل في قلب الطاجن بتاع الفراخ ده حكايه عادي هنا كانوا يوم ابيض لما قلت ناكل في البلكونه لا 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 احمد قال لي تغيير ونقعد ناكل في البلكونه قلت بس خلي بالك البلكونه هتبقى ساقعه صح؟ اه في لغز اه في لغز اهو حتى من عند ده بكره لغز الحال ترشي العظم ده بتاع العظم ليه؟ هو ياسين لا رز بحاله خلاص يا احمد استنى بتاعك نضيف طب ماشي هاكله اهو بتاع ياسين مش نضيف يا ست سيبيني ابقى اكله يلا طلع يا فين حتتك مش لاقي حتتك يا سيبها دي بقى البتاع فين في حته فين راحت فين طلع يا سيف الكل راحت فين
انا عاوز حته بتاع ده. طلع يا سين بتاع برنج قولها كده. برنجان حكايه لحمته قلب الرنجان في قلب ال ده ثاني اسمع عايز تطلع تترفع لا احنا في عاصفه اه اهو يا احمد استبر نديها من ده لسان مش راضي ياكل تاني. الحمد لله على كده. كلهم؟ بعد. لا خلاص شوف الحمد لله. كلها لحمة اهي يا ابني. لحمة اهي. اه. لحمة اهي. خلاص انا خلصت طبعا انا كسبت. هنضحك على بعضينا، انت اللي كسبت. ناخد نص الطبق. خد خد ياسين تعالى. يا ابني اهي اللحمة خد نص اهي. يا حبيبي انا تستاهل يا ولادي دي عشان قلتلكم قلتلكم ما تخافوش دلوقتي حبيبي انا هنا شباب. تعالى يا سلمى خد تعالى قدامي استنى قفل انا تكييف بداية قفل تعالى تقفل الساعة فوق طب هذا طبيعي خد يلا حطي لي لو تعالى هذا حطيت لك سخنه سبحان الله على حبه اللوبيا عملت مشكوره ايه ده اللوبيا طعمها جميل قوي انا حطيت نص الطبق اللوبيا على اللوبيا كل يا سمية طلع وفول خد خد يا لا انا عاوز بتنجان عاوز اعمل ده بتنجان جامد ده التلج حامل ده لا بتحدد الصبح يبقى حر قوي بالليل يبقى تلج انا حاسه قاعده في قاعده في بيت تلج اه انا حاسه ان هو قاعده في بيت تلج على فكره حاسه ان حد بيغرقني في مصر على فكره ده بقول لك يمكن الاربع الثلاث والاربع الجايين فيهم نطره و يا رب يكون في نطره نطره انت طيبته؟ وعصيفه استنى ما اخد حته بس انا حلمت اصلا ان في نطره وعصيفه حلمت؟ انا احلم بدوز حلمت بالزوكر انا قلت لك ما بتاكلهمش فين دول؟ انت هتجيب انا هجيب الواد ده اللي عامل بيت الزوكر ده حلمت بيه بس خلاص يلا لا شيل مش هاكل تاني بس الحمد لله كان مسحت عزمت خلاص استنى خلاص استنى ده صحيت على مره واحد عزمت تاخد القرقوشه دي ولا دي؟ حتة الفراخ المكرملة دي حكاية. انا عاوز اخد القرقوشه دي. عايز تاخد ايه؟ عاوز اخد زيك. كله بسرعة طيب كله بسرعة. طيب كله بسرعة. يا ده نختم معاه اللي خسر للعقاب بتاعه في البيكون سلام نفس لك كنت غصبت ابوك كنت قعدت اصبر لك كده قفلت الدوران كلها ايه حاجه لا بعيد عني بقى الحاجه وراك هتوقعها ما ترجعش ورا من غير خلاص الدنيا تلج تلج انا مش حاسه قاعدين في تلج وحاسه قاعدين في بيت تلج طب بامانه مش احسن تفطر في رمضان؟ اه والله والله مش بهزر احسن في صرف النفر والله حاجه بسيطه ودورنا عليها في الثلاجات تقلبنا الدنيا لا واكل واكل قوي والعيال ما شاء الله بصي العيال ما شاء الله بتيجي تاكل لهم وتقوم ده حبه الاكل وقاعدين لا ما كانوش بياكلوا اصلا اللبن انا اقول لكم ما شاء الله قاعدين اهو انا خايف لا مش هاكل ثاني حاجه ما شاء الله اللبن طعمها جميل قوي شويه مرق من دي بس معدتي خلاص معدتي خلاص بجد اقعد جنبي وكل مرة لا ما هو مش قادر انا بس قاعد بتقول لي خدي دوقي اللوبيا دي بقول لك لا اقعد وانت بتقول لي انت ما ذقتيها رغم ذقتها وبعد ذقتها طعمتها قوي على شويه الكرمله اللي تحت دي وضع على جنبي الا لكم السيف مستخبي شوية كرملة جبارة شايفين دي؟ انت بتبينينها يا فراخ استر عليا اه
بس قبل ما نختم انا اتبسطت جدا جدا بالاكل ده بجد بجد. اول مره في رمضان حاسس ان انا مبسوط قوي في الفطار من الاكل. الاكل فات حلو بس انا بحب الاكل ده قوي بالذات البتنجان في اي اكله. والفراخ اللي هي المكرمله دي انا بحبها جدا يعني. تسلم ايدين في ريال بجد تعبت النهارده وانا ساعدتها على فكره على قد ما اقدر. صح ولا ايه؟ دق لي الدقه بس بس وقلب لي البصل بس وصل معانا الاكل. اخسى عليك يا اخسى. يلا يلا بس قبل ما نختم ندعي لاهلنا في فلسطين ربنا يا رب يقويهم ويصبرهم ويشيل عنهم الغم الهم اللي هم فيه وارحم يا رب الشهداء ويشفوا المصابين امين يا رب العالمين وكل الدول العربيه بالمثل امين يا رب العالمين. يلا ما تنسوش في الاشتراك واللايك ويلا عشان تتابعونا في كل جديد. ايه رايك في التصوير؟ يلا سلام عليكم. على التيك توك احمد وفريال وعلى الفيسبوك احمد وفريال وانا بنت يلا يا بنت ما وقعت عليا. يلا سلام عليكم. وعمل جرس واشتراك.